رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. أنا باش نرجعوا نسمعوه حالا شنو طلب من متسكني غزة. سمعونا. نحن أرجيم مخبلين ربيم. الجيش يقصف بقوة في غزة، لن نتوقف عند هذا الحد. لقد اتخذنا القرار بالقيام بهجوم واسع، وسنقضي على المسلحين وقادتهم. سندمر البنية التحتية للعدو. غزة لن ترجع إلى ما كانت عليه من قبل. سوف نحدد من سيقود غزة، وسنقوم بتحييد المسلحين وتفكيكهم. سوف نحدد من يقود غزة، وغزة لن تعود كما كانت من قبل. خريطة غزة باش يحطوها لنا الشبيبة بالنسبة للناس اللي تتفرج فينا أيها المختار، والبقية باش نوصف لكم خريطة غزة تقريبا. شطر غزة اللي توا نشوفوها وشوفوها في الخريطة، وصولا إلى مدينة غزة اللي هي من أكبر المناطق اللي فيها وجود سكاني. مدينة غزة واللي بعدها تشوف فيها مخ شمال غزة، مدينة غزة، محافظة غزة، إلى حدود نهر موجود في تلك المسافة. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلائه تقريبا، نحكيه على 40-50% من مساحة غزة. مطالب الجيش بإخلائها باش يعمل فيها عملياته العسكرية، وبالتالي مطالب 1,100,000 فلسطيني بأنهم يغادروا في ظرف 24 ساعة. في الوقت اللي هما مثلا في الجانب الإسرائيلي عندهم واحدة من المستوطنات اللي قاعدين يخليوا فيها كيف كيف، فيها 15,000 متساكن يا مخ، باش يقعدوا 4 أيام لإخلائها. 4 أيام فيها 15,000 عندهم 4 أيام لإخلائها. بالنسبة لمتساكني غزة، الإخلاء مطالبين به بصفة سريعة. قبل ما نجي للمواقف مختار، تنديد الأمم المتحدة ذاك واضح. ما هي الرسالة؟ غزة باش نختار وشكون باش يحكمها، وغزة لن تعود كما كانت من قبل. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ وعودة من جديد الآن إلى الهواية المحببة للسلطات الإسرائيلية، وهي اللعب على موضوع التهجير. لأن التهجير هو الذي كان بداية وقاعدة لإنشاء دولة إسرائيل، منذ التهجير قبل قيام الدولة عام 47، ثم قبل عام النكبة اللي هو 48، ثم تهجير الفلسطينيين وشتات فلسطيني في المخيمات، إما العربية في العواصم العربية في عمان أو دمشق، أو أيضا المخيمات في نوع من الكانتونات في غزة أو في أراضي الضفة الغربية. الآن عودة إلى موضوع الفلسطينيين يسموه ترانسفير، وهو الموضوع اللي يخافوا منه برشا، لأنه هو اللي يهدد بإضمحلال الشعب الفلسطيني. هذا باش ناخذ رأيك فيه مخ بعد ما نسمع السيسي، لأنه السيسي حكى في هذه النقطة واللي هي اللي توجع البرشا بالناس، قل كي حلولهم خويا وعاونوهم وكذا وخليجيو. والسيسي اللي يقول، اسمه معايا مليح، شنو يقول الرئيس المصري في علاقة بالطلبات الملح عليه أنه يحل ويستقبل مئات الآلاف من سكان غزة. نسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي البارح في حفل تخرج لطلبة كلية عسكرية في مصر، شنو اللي قال؟ طبعا نحن متعاطفين، لكن خلي بالكم عايزين واحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل برضو بعقولنا عشان نصل إلى يعني إلى السلام وإلى الأمان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير. ده مش معناه إن إحنا مش عايزين نتكلف، لا، إحنا بنقول إحنا مستعدين نتكلف في إطار قدرتنا وفي إطار إمكانياتنا. لكن بالنسبة للقطاع أنا بقول إن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي، لأنها تعني تصفية القضية ديت. فمهم قوي إن إحنا نبقى منتبهين لده. القضية دي قضية القضايا وقضية العرب كلها، ومهم إن شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه. قضية العرب كلها، مهم شعبها يبقى صامد على أرضه. شي حب يقول السيسي يا مختار، علاش ما يحللهمش البيبان؟ طبعا، والجواب كان واضح، لأنه ثم دعوات عن حسن النية إلى فتح يعني المعبر والمعابر عموما لتقديم المساعدات الإنسانية، وهذا شيء مشروع وطبيعي، لكن المخيف هو فتحها قدام موجات من الهجرات الجماعية الفلسطينية نحو الأراضي المصرية، بداية من سيناء،
وهذا هو سيناريو ومشروع والخطة الإسرائيلية تقوم على سياسة التطهير العرقي، وهي سياسة قائمة الآن في القطاع من خلال قذم جزء كبير من أراضي القطاع. أكثر من 50% من أراضي القطاع يتم ضمها من جديد إلى المغتصبات الإسرائيلية، ما يعرف بالمستوطنات، وإقامة مسافة فاصلة عازلة بين هذه المغتصبات الجديدة والجنوب قطاع غزة اللي حل على مصر. بمعنى انك تجي تعمل عملية ضغط قوي لزوز 2,250,000 بشر في مسافة، يعني في مساحة ضيقة جدا من جنوب القطاع، للتخلص من هذا العبء اللي مثله وجود قطاع غزة على مقربة كيلومترات فقط من المغتصبات الإسرائيلية. ما سمعناه منذ حين على لسان الرئيس السيسي طبعا هذا هو التفكير واقعي في الموضوع، لأنه صحيح يفتح معبر رفح وأيضا تفتح سائر المعابر لمرور المساعدات والوفود والتجهيزات الطبية والصحية، ولكن استقبال موجات من المهاجرين يهدد حضور الشعب الفلسطيني على أرضه، لأنه موضوع التهجير ويقابله العودة وحق العودة سيضرب من خلال فتح هذه الممرات لعملية تهجير أو ترانسفير جماعي للفلسطينيين الهاربين من ويلات الحرب اليومية لشنها إسرائيل. وهي توجع ياسر وهي صعيبة ياسر، يعني ساعة الفلسطينيين من ترك أرضه لم يعد له، هذه الحاجة الأولى. مشكلة العودة قائمة، لم نرى من عاد حتى ونحن احتفظ بمفتاح بيته، هذا هو لم ما يرجعش، والأرض اللي خذتها إسرائيل ما رجعتهاش. صحيح. نقطة الأولى. لكن النقطة الثانية وهنا ناخذ الجانب الآخر يا مختار، بعض الصور اللي وراه، رغم اللي حتى مسؤولي غزة قالوا المواطنين وصرحوا قالوا ما تخليوش مساكنكم، قديش توجع يا مختار تجي طالب بو ولا أم شو هكا الخيار مصعبه بين يهز صغار ورغم اللي هو ما عنده وين يهرب في نهاية المطاف، هابط عليه القنابل من السماء وملوطة، ولكن بين أنه يقعد ويتحمل مسؤولية بين ظفرين أنه خلى صغار وغد، وبين أنه ويتمسك بأرض، وبين أنه يهاجر ولا يغادر وينقذ صغاره. شو ما صعبها. أنا البارح نشوف في فيديو لمواطن فلسطيني غزاوي مؤثر جدا بعد غارة إسرائيلية جوية على البيت متاعه، واستشهدت أفراد العائلة الموسعة، ووقف على الأنقاض. شنو يقول؟ يقول الليلة بشبات على تلك الأنقاض التي كانت تشهد على وجود بيت، وجود عائلة، وجود محبة بين أفراد العائلة، اللي في لحظة من اللحظات الجنون يتم قصفها ومحوها ويتشبث بالأنقاض. شفت. يعني في صورة غريبة، واحد يقول لك هل حفنة من تراب تعدل ابن أو بنت أو أم أو أب، تعدل هذه العلاقات العائلية؟ فعلا الاختيار صعب، ولكن الفلسطينيين باستمرار يقدمون لنا الدروس يوميا ويقدمون لنا الاعتبار. نقطة أخيرة فقط، وردت حمزة على لسان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما يحكي على عملية التهجير وعملية التطهير، ويقول أنه لن تعود غزة كما كانت. إذن الآن الخطة تقوم على هذا التهجير والدفع وزحزحة الحضور الفلسطيني إلى جنوب القطاع، ولكن أيضا من أجل تحقيق غاية على الأرض، وهي استئصال حكم حماس في غزة. يقول لك لا سبيل إلى بقاء غزة تحت سيطرة حركة حماس. هذه هي هذا المشروع الأكبر، لأنه الآن وماذا بينا الناس تتعامل بعقولها وقت نقولوا أنه برجة أمريكية أولى وبرجة أخرى في التاريخ إيزنهاور، وأيضا الإنجليز يحرقوا بوارج متاعها، هل هذا كله ومساعدات ألمانية عسكرية؟ طبعا واضح، لأن الخطة الآن هو تم الحديث فيها وتم تدبير الأمر بليل، وقت العرب نايمين راقدين واللي يتهموا في بعضهم واللي يخوضوا في المعارك الصغيرة. بمعنى هم الآن غزة يحبوا يغيروا الخريطة تغيير كبير نحو التهجير داخل القطاع في الجنوب أو خارج غزة باتجاه مصر وسيناء، والبحث عن أماكن يمكن أن تستقبل هذه الموجات الكبيرة من المهاجرين، ثم الاشتغال على استئصال
حماس من غزة. يقول لك لا سبيل لبقاء غزة تحت حماس. والسؤال، إذا تم استئصال، وهذه عملية شبه مستحيلة، استئصال لوجود، ليس وجود ميليشيا وليس وجود لحزب، لأنه عنده حاضنة اجتماعية. أنت إذن ستستأصل لا ذراع عسكري كتائب القسام ولا حزب اللي هو حركة حماس، إنما ستستأصل وجود اجتماعي في غزة. أثبتوا الواقع وأثبتوا التجربة، ولمن سيسلم هذا القطاع بعد ما يتم الاستئصال؟ هل ستعود لبسط الاحتلال؟ لا أتصور أن إسرائيل قادرة على هذا، لا هي ما تحبش ولا ترغب فيه أصلا، ما تحبش، ولكن هي تريد أن تسلمه الآن. هل ستسلمه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تبسط سلطانها وسلطتها من جديد كما كانت قبل 2007، تاريخ ما نقولش استقلال، تاريخ يعني اللي صارت غزة يعني منفصلة أي بالضبط. هل لكن هنا يقول لك هل كل هذا من أجل تقديم غزة على تبقي محمود عباس؟ مستبعد. هل هذا يعني أنه لفرض نوع جديد من الوصاية على غزة كما كانت قبل تحت السلطات المصرية، وقت كانت القدس والضفة الغربية تحت السلطات الأردنية بما فيها الأماكن المقدسة، وكانت غزة تحت السلطات المصرية، لكن هل المصريين القابلين لهذا الخيار؟ فعلا السيناريوهات متعددة، والتعبئة والتجهيش لا يعني ردا انتقاميا عارضا، ولكن هو في إطار رسم خريطة جديدة. فمتى يفيق العرب النائمون؟ وهو كذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة يا مختار قال الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمور والأوامر من دون عواقب إنسانية مدمرة. الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي. هذا يقول المتحدث باسم الأمم المتحدة، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت الحرب هذه الأيام وهذه الساعات أيها المختار، ولا صوت يعلو فوق صوت لا شوا ولا الشوها ولا المحرقة اللي تستغلها أو يستغلها أو تستغلها الدول الغربية اليوم، ما زالت في مواصلة التكفير على ذنوبها هي، لكن باستعمال الحق الفلسطيني.